محمد رمضان نشر مقطع فيديو على حسابه على انستجرام لبوسترات فيلمه الجديد شد اجزاء واللي بيتعرض في لندن حاليا. رمضان كتب في تعليقه على الفيديو: الحمد لله مكملين في لندن الفيلم المصري اللي لم يتم رفعه من سينمات لندن من يوم 18 ولحد دلوقتي، وده دليل على الاقبال والحمد لله. واحد من جمهور رمضان كتب له في تعليقه على الصوره: نيتك الطيبه هي اللي سببت نجاحك يا معلم.